تعرضت لضغوط وكذا وكذا وكذا، ولكن اصرارك على وجودك في النادي الاهلي امتى الموضوع عرفت ان هو انتهى؟ لسه النهارده الصبح. يعني انتهى في وقت قليل جدا. يمكن بدأ بشكل رسمي يا كابتن من فتره حوالي 3 أسابيع او شهر. الموضوع فضل يتطور، كان في اتفاق بين الناديين، بدأوا يتفقوا وياخدوا ويدوا في الاراء، يعني يكون في اراء مختلفه لحد ما توصلوا لاتفاق. بعد الاتفاق كان في شويه اجراءات كان لازم تتم، على اساسها الصفقه تمت الحمد لله. وده كان النهارده الصبح يمكن بعد الفجر، لان الموضوع كان متعب جدا لكن كان يستاهل التعب. النهارده كان اليوم طويل شويه لكن اليوم كان يفرح، كان يبسط، لاني اتقدمت خطوه. هي خطوه يعني مش هقول لك هي خطوه مجرد خطوه، هي خطوه بفداني كابتن، لان حاجه من الحاجات اللي هتساعدني في اللي انا نفسي فيه. تمام. طيب هل خدت راي حد من اصدقائك في النادي الاهلي؟ مين من اقرب الناس اللي لعبوا معاك في منتخب او في حاجه؟ مين؟